اخذنا المره اللي فاتت يا جماعه حاجه اسمها ادابتيشن اند سرفايفل، اللي هو الايه، التكيف والبقاء. تمام. ان احنا قلنا يا جماعه لو تفتكروا ان الكائن او الانسان القديم بدا يدور على حاجات عشان يخليه بينج سرفايفل. طب يا مستر الكلام ده زي ايه؟ قلنا مثلا وات از ديفرنس بتوين ذا بولار بير والنورمال هيومن؟ هل ينفع الاثنين دول يا جماعه يقدروا يعيشوا في البولار ريجن؟ طبعا لا. قلنا البولار ايه، بير يقدر، لان ربنا مديله حاجات تقدر تخليه ادابتد. اما الاخ اللي قدامنا ده هل يقدر؟ طبعا لا، ينفع بس ان هو يبقى ادابتد. طب اشرح انا، ان احنا قلنا يا جماعه يلبس الحاجات اللي قدامنا دهيت، ففي النهايه ما دام حقق الادابتيشن هيقدر كده يا جماعه يبقى سرفايف اند ريبروديوس، يعني يقدر يتكاثر ويفضل موجود على قيد الايه، الحياه. طيب تعالى كده بالراحه، قلنا الشخص ده مثلا بعيد عن الامبريلا ينفع؟ طبعا لا، عشان يحمي نفسه، بروتكت اتسيلف فروم ذا هوت ساني داي، ان هو يبقى اندر ات. طيب بالنسبه للاجاما ليزر ده، هي قلنا شباب لا، لازم تستخبى تدخل جوه ايه، الشريد اريا. طيب امال بقى لو بلانت، قلنا البالم تري متغطي الورق بتاعها، برافو، طبقه الشمع ده هيت. فقلنا يا جماعه الادابتيشن انا عندي بعمل تشينج عشان اعمل سرفايف وريبروديوس. فقلنا تعريف الادابتيشن لو تفتكروا معانا، it is the characteristics in which the living organism يا جماعه بيعمل ايه؟ it change over generation، يعني بيغير من الجيل بتاعه، to help ايه؟ them in survive and reproduce، يعني هيساعد نفسه ان هو يفضل على قيد الايه؟ الحياه. المثال الكائن اللي احنا اخذناه البنجوين، قلنا البنجوين عايش في الانتاركتيكا، ماله؟ المنطقه دي البولر او الكولدست اريا ان ذا ايه؟ ان ذا ايرث. قلنا يا شباب دي اصعب مكان او ابرد مكان. طب عشان يبقى ادابتد، قلنا ربنا سبحانه وتعالى غطى جسمه، خلاه الاول سك وعنده فاتس، وغطى جسمه يا جماعه بالفيدر. فلما بيغطي جسمه بالفيدر خلى جسمه من فوق الهواء اللي بيدخل جواه كولد ولا وورم؟ وورم، يعني جسمه فوق من الدفء. بس قلنا لو تفتكر في حركه دم تانية، مين شاطر يعمل ريز هاند ويفتكرها؟ اتفضل. ايه؟ البلاد فيزلز، بيخلي البلاد ماله يتحرك لفين؟ الورم ينزل لتحت والكولد يطلع لفوق. اول حصه. انت اختي لو جاي؟ طب اسمك ايه؟ مايا؟ تمام، مدرسة ايه يا مايا؟ تمام. فقلنا يا جماعة مع إن جسمه متغطي بالفيزر من فوق لكن مش متغطي بالفيزر من تحت. فده اللي بيخلي إيه؟ قلنا يا شباب إن الورم بلاد ينزل من فوق لتحت ويطلع مكانه الكولد. لما الكولد يطلع لفوق يختلط بالورم يتدفى. فهمنا يا شباب؟ حاجة صعبة يا جماعة؟ ده اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت كتقفيل لحصه المره اللي فاتت، وقفنا عند ان الكولد بلاد يطلع لفوق والورم بلاد ينزل ايه؟ لتحت. النهارده بقى يا جماعه حصتنا اسهل من حصه المره اللي فاتت. الكتاب طبعا اكيد داخلين عليه صح؟ المفروض يا شباب هينزل بكره، اخر رقم، اخر رقم خلاص. فيا رب طبعا كلامهم يطلع صادق ويفيدنا في الموضوع ده. اتفضلي. تمام. خلاص حاضر. نشوف كده يا جماعه، احنا مشغلين طبعا لسه شباب في الاكتيفيتي نمبر 3، احنا النهارده هنخلص ليسن 1 وهندخل على ليسن 2. انتوا عارفين طبعا النظام الجديد، الليسن صغيره مش كبيره زي الايه، النظام القديم. بس ركز معانا، احنا النهارده ان شاء الله يا جماعه عندنا ادابتيشن فور سرفايفل، يعني القدره بقى على البقاء. ازاي؟ ان في حاجه جديده النهارده اسمها، لو تفتكر ان احنا قلنا عايزين نعمل ريبروديوس اند سرفايف، عندنا النهارده حاجه اسمها كاموفليج.
يعني ايه مستر كاموفليج؟ يعني التخفي مش تلوين بس، تخفي تمويه. تمام. ان انا يا جماعه يعني ايه تمويه؟ ان انا بختفي في البيئه. يعني زي مثلا ان احنا يا جماعه قلنا مثلا ان الكاموفليج ده هوت اللي هو التخفي، ادي مثلا عباره عن حاجه اسمها ليف انسكت. ركز كده حضرتك. فعندنا يا جماعه الليف انسكت اهي، هل هي باينه قدامك؟ طبعا لا. فكده يا شباب الليف انسكت دهيت هنقوله ان هي تقدر تعمل بلايند ان او بلايند ويز، تمتزج. يعني ايه تمتزج؟ بالبلدي كده مش هتبقى باينه. فلما تبقاش باينه، لو في دلوقتي يا جماعه مثلا سي تعبان معدي، هل هيقدر ياكلها؟ لو سنيك مثلا مقرب منها عايز يعمل لها ايت، مش هينفع. ليه؟ لان هي خلاص اختفت. بالنسبه لي يا جماعه خلاص هذا كاموفليج، يعني اختفت في البيئه. فكده هي كانها كبري، فريسه ضعيفه قدرت تحمي نفسها. تاني الليف انسكت دي شكلها عامل زي الورقه بالظبط، لو انت معدي جنبها هل هتقدر تشوفها؟ طبعا لا، لان هي بلايند ويز ذا سراوندينج انفايرومنت، اصبحت مالها مختفيه في البيئه. فانت كده بالنسبه لك بقت باي باي، ما اقدرش ان انا اصطادها. طب نفس الكلام دي ايه دي؟ حد شايفها؟ دي الكاميليون اهي، هشاور لك عليها. الناس اللي في البيت شايفينها يا جماعه؟ الكاميليون يا جماعه بتقدر تعمل تشينج اتس كلر. بس الكاميليون ده يا جماعه اللي هي الحربايه، كائن قوي ولا ضعيف؟ قوي. فيبقى اسمه بريديتور، مفترس. دي بقى بتختفي عشان تقدر تقبض على الفريسه، تقبض على البري. يعني دي بقى بلايند ايه؟ بلايند ويز، عشان تقدر توصل للفريسه. تمام كده؟ في صعوبة كده يا شباب؟ يبقى أنا ممكن أبقى كائن ضعيف ويك يا عيني، فبقدر أعمل بلايند عشان أستخبى منين؟ من البريديتور، من الأعداء بتوعي. أو ممكن أبقى كائن قوي، بريديتور قوي، أستخبى عشان أوصل للفريسة بتاعتي. حاجة صعبة يا جماعة؟ حاجة صعبة يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف إيه اللي علينا بقى في منهجنا. مين شاطر يقول لي؟ إحنا قلنا كلمة بلند إن يعني يمتزج. يعني ايه يمتزج؟ خلاص بقى يمتزج يعني يبقى جوه الايه، جوه الكلر بقى مختفي. يعني سي مثلا احنا قلنا عندنا كائن لو ضعيف هيختفي فروم بريديتور، من قوي. لو قوي يبقى هيختفي فروم ذا بري، من الفريسه بتاعته. طب تعالى كده ناخد امثله نطبقها على المنهج بتاعنا. عندنا اربع امثله. ذا فيرست وان اللي قدامنا ده، ايوه مش شايفه. ها حد شايفه؟ حد ملاحظه يا جماعه في البيت؟ ايوه. اسمه يا ايهاب. ولا ايتن اللي اتكلمت؟ البولار بير. تمام. اللي هو حضرتك ركز قوي هنا، عينيه اهي حتى. ده عباره عن البولار بير. مين شطور؟ لونه ايه؟ وايت، وايت فير. تمام. الفير بتاعه وايت. طب لما بقى لونه ابيض هل بقى باين قدامك؟ فانت ممكن تبقى ماشي يا عيني يروح هوب ظاهر لك مره ايه؟ واحده. يبقى هو عامل بلند ان. احنا قلنا لايف ان
خدنا المرة اللي فاتت. has white fair help in blend with الايس. اهو شايفينه؟ هل باين لحضرتك؟ فده يقدر، هيقدر بقى يا جماعه يعمل كاتش ولا ما يقدرش يعمل كاتش؟ بيقدر، لان انت تقدر مثلا بعد الشر تقرب تقرب، ما انت شايف، ما انت شايف، فيروح هوب نط عليك مره ايه؟ واحده واكل البري بتاعته. حاجه صعبه؟ الله اعلم. يبقى البولار بير ده lives in Arctic A region has thick fur. ماله؟ الوايت فور ده هيلب تو بلند ان ويز سنو. خلاص بقى بستخبى في السنو وبقى هرب مني، انا ما اقدرش ايه اشوفه. يبقى كده هيقدر يعمل سنيك اب او ايه اتس براي، يعني يقدر يقتنص الفريسه بتاعته او ياكلها. حاجه صعبه كده يا جماعه؟ في صعوبه كده يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف اللي بعده. ها اسمه يا مارتي ده؟ البراون بير او دارك بير. السؤال بقى، لا صح صح بقى، هل ده برضو عايش في نفس المنطقه البولر او الاركتيك؟ طبعا لا، ده بيبقى عايش في الفورست، غابه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل في فرق بينه وبين الصخره اللي جنبه دي؟ نفس الكالر صح؟ يعني لو ده قاعد على الارض هل هتشوفه؟ مع السلامه. طب الدارك ده هل انت شايفه في الضلمه؟ طبعا مع السلامه. يبقى نفس الفكره برضو، هو كده اختفى ولا ما اختفاش؟ يبقى بليند ويز ايه؟ سراوندنج انفايرمنت تو كان سنيك اب وذ ذا براي، يعني كده قدر ان هو يختفي او خلاص ما بقاش واضح بالنسبه لك وبقى مع السلامه، يقدر يقتنص اي فريسه. اتفضلي. هو باين بالنسبه لحضرتك عشان هو واقف وانا جايب صوره قريبه. يعني انا جايب لك صوره قريبه ليه؟ عشان يبقى واضح بالنسبه لك، لان هو واقف بمكان لونه اخضر. لكن ده لو استخبى ورا شجره في الضلمه هل هيبان لحضرتك؟ طبعا لا. فهمتي؟ يبقى ده جماعه عايش في الفورست. blend in with surrounding environment. حاجة صعبة يا جماعة؟ أهو عايش في الفورست. ماله؟ they have dark fur، عنده الفرو بتاعه غامق. ماشي؟ عشان قلنا يا جماعة to help they stay hidden. أنا قلنا كلمة هايد المرة اللي فاتت يعني استخبى، يبقى hidden from the the hunters. ركز بقى، يا لهوي علينا، قمر قوي. طيب دي الكراكال يا شباب والفينيك فوكس. ثعلب. ايوه يا ايهاب، ولا مين اللي اتكلم؟ ثعلب ده مستر. الصوت وصل لك يا ايهاب؟ يس. تمام. بص بقى يا جماعه بالراحه، ده الفينيك فوكس يا شباب والكراكال دي عباره عن قطه بريه كلاهما. اهي بس هنوضح لك المنظر بتاعها اكتر اهي. بس السؤال بقى، هل دي قطه زي القطه اللي عندنا في الشارع او القطه مثلا اللي انا بربيها في البيت؟ طبعا لا. طيب السؤال بقى، الاثنين لو ملاحظ يا جماعه ان اللون التان بتاعهم ساندي. كلمة ساندي فور اللي هو عبارة عن، نعم اكيد. تعالى كده يا جماعة بالراحة، الأول بيعيشوا في الديزرت. ديزرت اللي هي الإيه؟ يبقى أنا واحد عايش في البولر ريجن اللي هو البولر بير لونه أبيض فبختفى، التاني عايش في الفورست اللي هو الدارك والبراون ايه بير فاختفوا. دي بقى عايشه في الديزرت او الكائنات دي عايشه في الديزرت
عشان كده لون جلدها ساندي، ساندي يعني لونه رملي. طب ليه رملي يا جماعه؟ عشان يبان ولا ما يبانش؟ خلاص مع السلامه بقى، كتكت مع السلامه، اختفى بالنسبه لي. يبقى انا عندي ساندي كلر او التاند كلر. طب يا مستر التاند كلر فين ده؟ كل الحاجات دي يا جماعه يبقى انا كده هبقى مختفي. طبعا هتقول لي يا مستر دول يختفوا من ايه؟ ممكن دول ينفعوا من الاثنين. لو هانتر صياد جاي ايه؟ يصيدهم، يبقى كده بالراحه انا عايز ايه؟ ابقى متغلب ايه عليهم، ادي حاجه. لو جيت بقى بتكلم على البريز بتاعتهم اللي هي عباره عن الفرايس، ان هي عايزه تستخبى عشان توصل للفريسه. هل هي باينه قدام حضرتك في الالوان اللي حواليها؟ طبعا انت دلوقتي عشان مركز في الصوره هي دي. لكن لو رحنا بقى واتكعبلنا لونها اصفر، فما تبقاش باينه لحضرتك خالص. ركز كده يا جماعه معانا، يلا بينا. يبقى كل الفكره ان انا غيرت الكلر، غيرت الشكل. بص بقى للليزرد اللي احنا اخدناها قبل كده. ليزرد بيبقى عندها يا جماعه ديفرنت كلر. اولا بتبقى عايشه ان ذا نيرو فروكس جنب الصخور. مالها بقى؟ بيبقى جسمها يا جماعه عامل زي الروكس بالظبط. جسمها عامل زي الروكس ايه؟ بالظبط زي ما بنقول عليك يا جماعه بالراحه ايه؟ نفس شكل الروكس بالظبط يا جماعه. طب دلوقتي هل هتبقى باينه لحضرتك؟ لا. يبقى كل ده يا جماعه، كل فكره النهارده عشان نقفل الدرس اللي فات بليند ان مستر، اللي هو فكره الاختفاء. ايوه اتفضل مستر. بس انا شايفها. ايوه انت شايفها يا اهاب عشان انا مقرب الصوره، لكن بقى لو انت ماشي في وهي موجوده في الارض هتبقى مختفيه بالنسبه لك، فاهمني؟ يس. يعني انا لو جبت لك كده اهو، اهو ادي الليزر ده اهي ماشي. ما انا هكبر لك بقى الصوره معايا يا ايهاب. يس. بص بقى يا ايهاب لو سمحت، بص عشان الصوره معمول حواليها علامه. لكن هي لون الشجره ولا مش لون الشجره؟ لو انا شلت العلامه دي هل كنت هتعرف تطلعها؟ لا. فهمت يا ايهاب؟ يبقى انا كده يا جماعه السام تايبز اوف ليزرد زي ما شفناها دلوقتي مالها؟ سام تايبز اوف ليزرد هاف ذا لايف ان ديزرت، بيبقى عندها ديفرنت انفايرمنت، بيبقى ليها نفس الكلر اوف ذا روكس. مالها؟ ذي هاف كلر فول اي سكيلز. طب ما لو يا مستر ذات ميك ذم هارد تو بي سي. هارد يعني سهل ولا صعب؟ صعب. هارد تو بي سي يبقى صعب انها تتشاف. بقت صعبه انها تتشاف يا جماعه. في صعوبه كده يا جماعه؟ حد مش واخد باله من حاجه؟ يبقى لحد دلوقتي احنا اخدنا ادابتيشن فور سرفايفل اللي هو الكاموفليج. قلنا ان في كائنات بتغير من شكلها زي الكاموفليج. دي عباره عن اكزامبل اوف ادابتيشن ان سام انيمالز هايد فروم زير بريديتور. بريديتور يعني فريسه. Or their prey اللي هي الفرائس، عن طريق ان هم بيعملوا blending in the environment يعني يختفي في البيئه. يعني مثلا لو جيت قلت لك التعبان ده هيبقى prey ولا predator؟ كائن قوي ولا ضعيف؟ قوي predator. فلما هيختفي هيختفي من الحاجات اللي بياكلها. طب لو جيت قلت لك مثلا السبارو العصفور هيبقى قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. هيختفي من حد يجي ايه؟ ياكله. حاجه صعبه كده يا جماعه؟ حاجه صعبه كده يا شباب؟ اخذنا اربع حاجات، بولر بير والبراون والدارك بير، واخذنا الكاراكال والفينيك فوكس، واخذنا الليزرد. استاذن حضراتكم تعال نحل كده الايه الشيت ده مع بعض. حضرتك هنكتب موجوده عندك؟ لا ده في الليسن الثاني. وريني كده. احنا كده خلصنا الورق ده خلاص.
طب حل معايا على البورد بس، حل معايا على البورد. يلا يا شباب، احنا هن ايه؟ يا هنكتب cold polar region، يا هنقول hot desert، يا ocean. مين شاطر يقول لي الفينيك فوكس يعيش في انه واحده من دول؟ تاني كده، تاني عشان تصحصح معايا. hot desert. لا مش بنحل كده يا ايهاب، بنعمل ريز هاند وايه وايه، واديك الفرصه. حاضر، يبقى زي ما ايهاب حل hot desert. صياد، البولر بير، البولر ريجن، كولد بولر ريجن. البالشارك، اسمك ايه؟ قول يا لامار. اوشن، تمام، اللي هو البحر، محيط. كامل، مارتي، هوت ديزرت. ايتن، الديزرت ليزر، تعيش فين؟ ليف ان ديزرت. تمام، هوت ديزرت. زميلتنا الجديده، تعرف الاركتيك فوكس، ايه رايك ده من شكله كده عايش فين؟ بولر ريجن ولا هوت ديزرت ولا اوشن؟ كولد بلور ريجن. تمام، كولد بولر ريجن. تمام، شكرا. ها مدخور، كولد بولر ريجن. ها الاكتوبوس، ضلي، اوشن. فهمنا يا جماعه؟ يبقى كل كائن بيعيش في مكان ايه محايد. هل كل الكائنات عايشه ان سيم بليس؟ طبعا لا. عشان كده يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى عامل لكل حاجه الادابتيشن بتاعها. فعشان كده الادابتيشن ده العلماء قالوا ان هما نوعين. الادابتيشن كم نوع؟ في structural وفي behavioral. structural تركيبي و behavioral سلوكي. مستر مش فاهم يعني ايه؟ يعني ال structural انت change in the structure of the organ، بتغير في التركيب. اما البيهيفيرال بتغير في البيهيفير، في السلوك. مستر ما ده نفس الكلام اللي مكتوب فوق، انت هتهزر؟ طيب تعالى كده نتناقش مع بعض. لو جيت قلت لك الفينيك فوكس اللي قدامك ده ماله؟ الاير بتاعته كبيره، بيسمع الكلام اكتر احسن. مين شاطر يقول لي بما ان الاير كبيره يبقى انا غيرت في الاستراكشرال ولا البيهيفيرال؟ غيرت في التركيب ولا في السلوك؟ تركيب، ان انت ودانه كبرت فسمع اكتر. فهمنا يا جماعه؟ فهمنا يا شباب؟ طيب تعالى كده نفتكر، لما جيت قلت لك الليف انسكت في اول الحصه مثلا، الجسم بتاعها على شكل ليف، من شاطر كده يقول لي غيرنا في الاستراكشرال ولا بالبيهيفيرال؟ في الاستراكشرال، غيرت في تركيب الجسم. لكن لو جيت قلت لك ان في طيور بتسيب المكان بتاعها وتطير لاماكن تانية، يبقى انت غيرت في الاستراكشرال ولا بالبيهيفير؟ في البيهيفير. تعال اوريك كده، اهو ادي الطيور اهي. الطيور دي يا جماعه اول ما الجو يسقع شويه تروح مسافره مكان تاني عشان تهرب من البرد. سافر، هل ده كده غير في تركيب جسمه حاجه؟
يبقى هو زي ما هو بس غير البيهيفير، انه بدل ما بيعيش مثلا في مصر راح عاش في اوروبا، واول ما الجو يبرد في اوروبا يرجع يعيش في ايه؟ في مصر. فهمنا يا جماعه؟ في بعض الليزرد، ثانيه واحده ثانيه واحده، في بعض الليزرد بتتخفى لاوقات طويله خالص، بتتخفى لحاجات كتير خالص. ميجريشن، بتهاجر تو سيرتن ريجن، لقت المكان اللي هي فيه سخن جدا يا صياد، تروح مسافره مكان ايه تاني، سافرت. هل كده غيرت من تركيبها حاجه؟ طبعا لا، بيهيفيرال. لكن الاستراكشرال، ها السيك فور بتاع البولار بير استراكشرال ولا بيهيفيرال؟ استراكشرال. ربنا خلى فيه كميه كبيره من الفرو ومن الفيزر عشان يقدر ايه يعيش. البولار بير ده عنده هو كمان سيك فور ليه؟ عشان يقدر يعيش، يبقى غير من الاستراكشر. يبقى فهمنا الفرق بين الاستراكشر والبيهيفيرال؟ حاجه صعبه كده؟ طيب ايوه اتفضلي اشرحها تاني. انا عندي حاجه من اتنين، يغير في الاستراكشر اوف ذا ليفنج ايه اورجانيزمز بودي، يا اما غير في البيهيفير في سلوكه. لو جيت قلت لك انا كنت عايش في مصر رحت عشت في اوروبا، هل انا جسمي اتغير؟ سلوكي بس اللي اتغير، انا سافرت رحت مكان تاني، يبقى ده بيهيفير. لما اجي اقول لك انا قعدت في البيت فتره طويله ما نزلتش الشارع، يبقى انا هل غيرت في تركيب جسمي حاجه؟ يبقى بيهيفير. لكن لو جيت قلت لك مثلا يعني البولار بير الفور بتاعه زاد، يبقى ده ايه ده؟ ستراكشرال، تركيبي. فهمنا كده؟ حاجه صعبه؟ طبعا اشهر مثال يا جماعه اللي هو قدام حضرتك ده يا جماعه عباره عن الفينيك فوكس، المعلومات كلها احنا عارفينها. الفينيك فوكس عايش فين قلناه في اول حصه؟ في الهوت ديزرت. الاستراكشرال بقى الادابتيشن بتاعه الاستراكشرال ماله؟ جسمه لونه زي الساند عشان يفضل ايه واضح ولا يستخبى؟ يعمل الحاجه اللي اخذناها في اول حصه اللي اسمها كامو ايه؟ وبيبدا بيبعد عن الهوت سان. عنده اكسترا لارج اير، يعني ودان كبيره عشان يقدر يسمع بيها ويقدر ايه يطلع حراره الجسم منها. عنده سبيشال شيب اوف اير عشان يقدر يجمع كميه الصوت ايه كتير خالص. اما البيهيفيرال، قلنا البيهيفيرال يا جماعه قلنا ان هو ادفانس لايك دوج. يعني ايه يا مستر بانس لايك دوج؟ يعني بيقدر يتنفس زي الكلاب، يقدر يتنفس يعمل 700 نفس في الدقيقه الواحده. هو انت تقدر تعمل 700 نفس؟ طبعا لا. يعني بيتنفس، ايوه بيلهس. عارفين اللهس يا جماعه؟ اللي هو تلاقي الكلب ويطلع لسانه ويعمل حركه كده، اهو ده يا جماعه زيه، ده بيعمل 700 مره في الدقيقه. قال لك بيعيش ان بارو، احنا قلنا ما دام استخبيت في البارو كده يبقى ايه؟ ها كده انا بعدت عن ايه؟ الصن. كده انا قدرت ان انا اعمل بيهيفيرال ادابتيشن، ما غيرتش في التركيب بتاعي. قال لك يا جماعه بياكل كل انواع الاكل ما شاء الله، سواء هود سواء دراي، اي حاجه بلانت فروت انسكت، اي حاجه قدامه. ما انا بقول لك اهو بياكل انسكتس فروتس بلانتس، اه شغال بقى ان شاء الله. لو شفتيه لو شافك هياكلك، ما هو ده مش موجود قدامنا هنا صح؟ طيب زي ما احنا متعودين ان بيبقى فيها يا جماعه شيت كده جوه الايه؟ الحصه على الحاجات اللي احنا اخدناها. الاول هبعت الشيت يا جماعه للجروب كده بسرعه. مستر ايوه، هو الكتب هتنزل امتى؟ بكره ان شاء الله. تمام. طيب لو سمحتم الناس اللي قاعدين في البيت اهو يا جماعه، ايوه تاني كده. Thank you.
لا مش بتتعب، هي بتحاول تجري بقى من المكان ده عشان تهرب منه. طيب نحل بقى الشيت يا جماعه اللي قدامنا ده. انا هحط الشيت قدامكم على الصوره اهو. الناس شايفين يا جماعه الصوره ولا مش شايفينها؟ اه اتفضل. ايهاب، ايتن، لارا. نعم يا مات. شايفين الصورة؟ يس أيوة. يلا بينا نبدأ نحل بقى. ورا 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 ورا. خدتي ورقة؟ يلا نداري يا جماعة كده بقى بالراحة ونبدأ نحل. Thank you.